رحلة العمر الطويلة، منحة الله الجميلة. بعضهم قد أفسدوها بالمعاصي والرذيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، يعني يسعدني وشرفني في هذه الحلقة أن أنا أنزل ضيف على شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصاوي. ففي البدايه نرحب به، اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. الله يكرمك شيخ احمد، اهلا بك وربنا يحفظك. الله يبارك فيك. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى شرفنا وكرمنا الفضل اللي فاتت، ان ربنا سبحانه وتعالى قد استعملنا في رحله بسيطه كده لاهلنا واحبابنا واخواننا في حلايب وشلاتين، وكان بفضل الله كان رفيقي فيها دكتور عبد الرحمن الصاوي، ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه ويسدده. ورحله كانت شاقه، والحمد لله يعني كلها لله سبحانه وتعالى، فطالما لله سبحانه وتعالى تهون. طبعا النهارده معانا فيديوهات كتيره جدا للي تم في حلايب وشلاتين والمشاكل اللي احنا قابلناها في حلايب وشلاتين، ولكن انا عايز من البدايه ااكد على معنى في غايه الاهميه. عايز اقول لكل احبابنا وكل اخواننا، الدين مش عباره عن مكث في المساجد بالليل والنهار بس، الدين مش عباره عن صلاه وصوم وزكاه بس، الدين عندنا اكد على معاني مهمه جدا جدا، من اهمها السعي لقضاء حوائج الناس، السعي لتخفيف معاناة الناس، إدخال السعادة والسرور على الناس، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقضي ليله كله في قيام الليل، برضو كان بيقضي ليله كله من أجل السعي على قضاء حوائج الناس. كما قال عمر رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر الليلة كاملة، سهران النبي صلى الله عليه وسلم علشان يقضي حوائج الناس. المعنى ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعله أفضل من صور كثيرة جدا من صور العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل ما نبدأ رحلة حلايب وشلاتين برحلة الاستكشاف الأولى اللي احنا الناس راحتها هناك لحلايب وشلاتين عشان يشوفوا الأحوال هناك، عايز برضو الدكتور عبد الرحمن يأكد لنا على هذا المعنى، إن الدين يا دكتور عبد الرحمن مش قاصر أبدا على الطاعة أو العبادة المتعلقة بالعبد بس، صلاة وصيام وكده، ولكن الأصل إن الدين شامل لكل هذه الأمور وبالأخص مسألة قضاء حوائج الناس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الأخي الشيخ أحمد أن استضافني وأخذت منه يعني أوقاتا كثيرة من حلقاته، فنسأل الله تعالى أن يتقبل جهده ومسعاه وأن يرزقنا إياكم بالإخلاص والصدق شيخ أحمد. ثم هذا المعنى فعلا مؤكد، فأنا أدعو إخواني إلى أن ينظروا إلى فهرس أي كتاب من كتب الفقه، سيجدوا أن هناك أبواب اسمها العبادات اللي هي في المساجد، الصلاة، الوضوء، لكن من بعد الصلاة والوضوء الدين كله تقريبا عبارة عن تحرك، بداية من الزكاة، أنك تخرج تعطي زكاتك بنفسك، أن الحاج أنك تخرج وتمضي على الناس وتسيح في الأرض وترى الفقراء وترى الأغنياء. ممكن الذي لفت نظري كثيرا جدا في هذه الرحلة الذي يعني سرتها مع حضرتك، يعني الذي لفت نظري إحنا مررنا على أماكن يعني من أكبر الأماكن في مصر ثراء، بالضبط. ثم مررنا على بلاد من أكثر الأماكن في مصر فقرا، وهذا موجود مرسى علم، وبعد كده مرسى علم جبال دهب، جبال ده والمارينا اللي في غردقه وبورتو غالب وبورتو السخنه، نمر على اماكن مليانه ثراء، ثم نجد اماكن لمصريين او لمسلمين جائعين يرن في اذني حديث النبي عليه الصلاه والسلام: لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره الى جنبه جائع وهو يعلم. ويمكن هذا موجود في اماكن كثيره من كل محافظه، يعني القاهره مدينه نصر قدامها تلاقي عزبه الهجانه، مش عارف في امبابه تلاقي قدامها مش عارف ايه، في اماكن كثيره جدا. انا بذكر القاهره ان كثير من الناس يعرفها، لكن حتى في بلادنا في المنصوره وفي اماكن كثيره تجد اغنياء قدامهم فقراء، هذا يعني غنى فاحش وهذا فقر مدقع. لعل هذه رساله من الله جل وعلا لينظر هؤلاء الى اولئك ليصلوا الى الله جل وعلا عن طريق الاغنياء. ابغوني في الضعفاء، ابغوا رضا الله جل وعلا في الضعفاء،
ابغوا مغفرة الله جل وعلا في الضعفاء، ابغوا الرزق في الضعفاء. فاني أنا أشاركك القول في أن ديننا دين عمل، الحركة فيها بركة. معظم الدين هتلاقي فيه حركة، النبي كان جاهد وخرج وسط الناس، تعلموا التهم في وسط لما النبي مشي وسط الناس. كل معظم دين الله جل جاء عن طريق التحرك، حتى الدعوة نفسها إلى الأصول كان عن طريق خروج النبي إلى نوادي القوم ليعلمهم دين الله جل وعلا. جميل. إن شاء الله. أنا عايز يا دكتور عبد الرحمن قبل ما نبدأ بقى نشوف أول فيديو معنا النهاردة، فيديو الاستكشاف، عايز في البداية يعني من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني أنا عايز من البداية أتوجه بالشكر لكل اللي ساعد معنا في رحلة حلايب وشلاتين، سواء كان من المسؤولين أخونا الأستاذ محمد جبران ربنا يا رب يحفظه، ومحافظ البحر الأحمر، لأن حلايب وشلاتين تبع البحر الأحمر، مش زي ما بعض الناس بيظن إن هي تبع السودان، لا ده تبع محافظة البحر الأحمر، ورئيس المجلس المحلي لحلايب وشلاتين ربنا يا رب يجزيهم عنا خير، وبرضه ربنا يجزي كل إخواننا في الجمعيات الخيرية اللي طلعت معانا، طبعا على رأسهم جمعية طبعا رسالة وجمعية نور الحياة وجمعية خير زاد، وكمان ربنا يكرمه طبعا الأستاذ محمود حسان اللي برضو وقف معنا بالمجهود المادي والمعنوي في القافلة ربنا يجزي خير، والأستاذ عماد المصور اللي جوه والأستاذ عماد المصور ربنا يجزي خير اللي اتبهدل بصراحة معنا بهدلة كبيرة جدا في التصوير وكده، قعد معنا 3 أيام كاملة سبحان الله، يعني كانت في قمة المشقة. يعني أحب في البداية أن أنا أتوجه بالشكر للمسؤولين، وأتوجه بالشكر برضو كمان للجمعيات، وأتوجه بالشكر للقناة اللي بعتت مصورين من عندها علشان يتابعوا معنا الرحلة، وعايز برضو شكر خاص لكل اللي ساعد معنا من الجانب المادي. أنا والله دكتور عبد الرحمن جالي طفل صغير يعني لا يتجاوز عمره 3-4 سنوات وجايب لي حصالة كبيرة كده وبيقول لي دي لأهلنا في حلايب وشلاتين، فأنا بصيت لحصالة يعني في إيدي يعني، ولكن سبحان الله لما فتحتها لقيتها مليانة سبحان الله يعني فلوس فضية كده جنيهات ونصاص، فالمعنى مش إن هو طلع شوية جنيهات ونصاص، ولكن المعنى الأكبر إن أهله قدروا يعلموه يربوه إنه لازم يبذل لخدمة دينه والنصرة لإخوانه أحبابه. وتعالوا كده إن شاء الله سريعا مع بعض نشوف إن شاء الله بإذن الله أول فيديو متعلق برحلة الاستكشاف. طبعا ما ينفعش نوزع فلوس المسلمين كده هدرا، لكن لازم إحنا ننزل مرة واثنين وثلاثة ونستكشف الحالات ونشوف الأوضاع ماشية إزاي. تعالوا مع بعض كده إن شاء الله سريعا نشوف أول فيديو معنا النهاردة، رحلة الاستكشاف والمشكلات اللي إحنا شفناها في حلايب وشلاتين، وإزاي ربنا أعنا بفضل الله سبحانه وتعالى إن إحنا بقدر المستطاع إن إحنا نحل هذه المشكلات. تعالوا معنا نشوف أول فيديو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله في سيارة الآن، يعني كل ما نشوف الجهد والتعب ده وإحنا في سيارة، والله أتذكر كيف تعب النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني كل ما نبذله أو يبذله إخواننا لا يساوي شيئا بالنسبة لتعب الصحابة. فإحنا بنحاول نوصل لهؤلاء إخواننا اللي موجودين في وسط حلايب وشلاتين وفي وسط جنوب مصر، اللي الدعوة بعيد عنهم، واللي كل حاجة بعيد عنهم، الأكل والشرب والراحة والكهرباء وحتى دورات المياه كل حاجة بعيد عنهم. بنحاول على الأقل نكون إحنا قريبين منهم، لعل الله عز وجل أن يقربنا منه، ونحاول نخفف عنهم هذه المعاناة اللي هم فيها، وربنا يتقبل منا ومن جميع المسلمين يا رب العالمين. بفضله وكرمه ومنه، يعني أسأله سبحانه وتعالى أنه يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. بعد ما شفنا الفيديو القصير السريع ده اللي هو بيتكلم عن أهم المشكلات اللي موجودة في حلايب وشلاتين، اللي الواحد ما كان أبدا يتخيل في يوم من الأيام إن في جزء في مصر في ناس لنا مسلمين عايشين بنفس بالحالة دي. يعني كانت لما قعدت مع شيخ قبيلة من قبائل هناك، قبيلة العباب ده، الحاج علي، فبقول له حاج علي أنا النهاردة لو تعبت ممكن سبحان الله يعني حوالي 50-60 صيدلية ممكن و50-60 دكتور ممكن أروح لأي دكتور، يا ترى هو لو حد عندكم تعب أنتوا بتعملوا إيه؟ قال بنروح للشلاتين. إحنا كنا في حتة اسمها أبرق، فبقول له بتروح للشلاتين يعني تقريبا 120 كيلو رايح جاي. قال لي ده أقرب مكان. قلت له أمال فين الوحدة الصحية بتاعتكم اللي هنا؟ قال الوحدة الصحية اتبنت هنا من 4 سنين ومحدش دخلها إلى الآن. مشكلتهم كان في مشكلة كمان موجودة في المية، الخزانات اللي انتوا شفتوها الآن خزانات مصدية ومليانة فطريات ومليانة مشاكل زي ما انتوا شفتوا الآن سبحان الله. كان محتاج ان كل مجموعة او كل أسرة يكون لها خزان يكون فيه مية نظيفة يقدروا يشربوا من خلالها سبحان الله. كان من ضمن مشاكلهم طبعا بيوت حتى تسترهم. انا والله يا دكتور عبد الرحمن لن انسى ابدا حضرتك لو تفتكر لما كنا قدام رئيس قدام المبنى بتاع المدينه مجلس المدينه في شلاتين، لما جت المراه وقالت انا عندي 3 اولاد حافظين القران، واعظم امنيه لها ان هي تقول عايزه حد بس يبني لي اوضه اقعد فيها استر انا واولادي. دي يعني اقصى واعظم امنيه ممكن تكون متخيلها. وحضرتك يا دكتور عبد الرحمن برضو لما كنا مع الشباب الاطفال الصغيرين في بعض القرى هناك، لما كان سألت واحد منهم بقول له ايه أعظم أمنية ليك؟ فقال إن أعظم أمنية إن يكون هنا في فصل علشان أولادي يتعلموا. دي أمانيهم، يعني دي أمانيهم إن يكون في فصل هنا علشان حد يتعلم. آخر التعليم عندهم خالص يعني هو التعليم الإعدادي، ولما يبقى حد يتمنى إنه يطلع ثانوي بعد كده، وهنشوف طبعا حل المدارس، يعني يطلع للمدينة نفسها اللي هي فيها ابتدائي وإعدادي وثانوي. دي المشكلات اللي كانت بتقابلهم. دكتور عبد الرحمن اكيد كان لحضرتك كده مواقف اثرت في حضرتك جدا جدا امام المشكلات اللي كانت موجوده هناك، فريت حضرتك تفكر كده نفتكر سوا، وبرضه يكون حث للناس ان هم ياخدوا بالهم ان في ناس عايشين في مشاكل جامده جدا. يا ريت حضرتك تنقل لهم بعض الصور اللي حضرتك شفتها هناك. والله الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والله انا يعني اؤكد على شكرك لاخواني الذين يعني شاركوا معنا، وأخص بالذكر فعلا محافظ البحر الأحمر، لأن هذا الرجل وإن كنت لم أره ولم أعرف اسمه لكن فعلا له مواقف مشهودة حتى لا يخفى عليك في إغلاق اللي هي المساجد الصيني اللي هو يعني دعارة مقنعة وغيرها. وأخونا الأستاذ محمد جبران الذي يعني فعلا إخوة كانوا بيقولوا لي مجرد أنه يتصل بتليفون يلاقي تسهيلات في كل حتة. وإخواننا الشباب اللي كنا فعلا شفنا إسلام عملي على أرض الواقع جزاهم الله خيرا، والجمعيات كلها. لكن فعلا أنا صورة لا أنساها شيخ أحمد، يوم ما رحت أنا وأنت في الوقت اللي رحت أنا وأنت حرك في المكان أنا مش فاكر اسمه، بس إحنا ركبنا له وفضلنا ماشيين حوالي 45 كيلو طريق ترابي من الكسر. وصلنا أبو سعفان وصلنا قبل المغرب بحوالي تلت ساعة أو نص ساعة في مكان يعني بعيد وسط الجبال. فإحنا كنا من الساعة لبسنا الجواكت، جو صحراوي في النهار حار جدا وبالليل بدأ يبرد جدا، إحنا سقعنا لبسنا الجواكت وخرجنا سقعانين. بصيت لقيت أطفال جايين التراب ملأ شعرهم ووشهم، والولد لابس ثوب بتعبيرنا إحنا جلابية بيضة مقطعة
انا شايف ظهره مقطوع، الجلابيه مقطوعه، لابس جلابيه بدون فانيلا بدون اي حاجه، ولد واقف مرتعش. انا والله انا مش عارف قلت لربنا ايه، انا اقول انا لابس جاكيت وتحته ثوب وتحته بلوفر وسقعان، الولد ده حاسس بايه؟ ففعلا يعني احنا مش هنحس الا لو احنا حاولنا نبقى زيهم. يعني اذكر ما اعرف اسناد هذه القصه، لكن ان سيدنا عمر الخطاب كان في الليله الشتيه البارده يتخفف من الثياب، فيسال لماذا تفعل ذلك، لماذا تفعل ذلك؟ قال لانني لن احس بمن هم كذلك الا اذا كنت مثلهم. كان اول واحد ياكل الزيت بالخبز ان وجد عشان يحس بالجعانين، كان اخر واحد ياكل. ففعلا احنا عاوزين نشوف دول، الصوره دي لا انساها ابدا. لا انسى صوره المسجد، المسجد اللي هو عباره عن ارض في الصحراء مبططينها بايدهم وحاطين بس كام حجره من الصحر كده عاملينها وصلينا فيها. تذكر يا شيخ احمد؟ افتكره كويس. لا اذكر، لا انسى الرجل اللي نايم على السرير حاطين له فرشه في الشارع اللي هو جاله الوزراء وجاله وحاج حامد. الحاج حامد ليل نهار في هذه في الصحراء لا حاجه تغطي ولا اي حاجه، هي دي عيشته. مواقف لا تنسى يا شيخ احمد. سبحان الله. يعني انا لن انسى ابدا دكتور عبد الرحمن، الراجل الطيب اللي قاعد في خيمه وبيقول الخيمه دي الصبح بتغطيني من الشمس، بتحميني من الشمس، وبالليل بتغطى بيها. سبحان الله. ما لهمش مساكن. انت فاكر يا شيخ احمد الكلمه اللي حضرتك قلتها يوم ما قابلنا العيال اللي جايين يجروا علينا دولا؟ قلت لي احنا عاوزين نقول لهم ان في حاجه اسمها مشروع حلاق. فاكر الكلمه دي؟ فاكر. مشروع حلاق. الاولاد، انا خرجت يعني اقول اسجل هذه الكلمه، انا خرجت من هذه الرحله بعد ما شفت الناس هناك قلت انا رايت الانسان الاول. انا فعلا رايت الانسان الاول. يعني الصوره دي اتصور ان دي كانت قبل التاريخ، هي دي الصوره اللي كانت قبل التاريخ. ناس، انا مش عاوز برضه اقول الكلام ده عشان برضه ما حدش يزعل مننا ان 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 اقول ما حدش بيعمل لهم حاجه من مجلس المدينه وغيره، لكن انا عارف ان نقل الناس دي الى المدينه اسهل من نقل المدنيه اليهم، لكن هي دي حياتهم، هي دي عيشتهم، هو دي اللي عاشوا فيها وتربوا فيها اجدادهم وابائهم. ف يعني ربنا يعفو عنا. للفيديو الثاني. نعم. اللي كان واجب علينا طالما احنا شفنا ناس كل اللي يملكهم الحياه عباره عن خيمه زي ما قلت لكم، هو بالنهار بتحمي من الشمس وبالليل بيتغطى بيها. ولن انسى ابدا كلمه الاخت الفاضله اللي جت بتقول انا نفسي حاجه بس اربع جدران تسترني انا واولادي، علشان كده كان واجب علينا ان احنا نتحرك ان احنا نبني لهم مساكن. خدنا معانا الخشب من هنا واشترينا برضو خشب من هناك، وحاولنا بفضل الله تبارك وتعالى ان احنا نبني لهم غرف تسترهم من اعين الناس اولا، تسترهم من الحر وتسترهم من البرد. تعالوا مع بعض احنا نشوف الفيديو الثاني ونشوف شباب الخير، الشباب اللي دايما بيقولوا عليه شباب منحل ضايع، نشوف شباب الخير ما شاء الله عملوا المساكن الجميله، هي متواضعه شويه ولكن هي دي امكانياتنا. ازاي عملوا هذه المساكن لاخوانهم واحبابهم في حلايب وشلاتين. الله الله على الأزهر الله الله.
الله أكبر. أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين. يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا. والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي اتوضى كده من الها صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر. الله 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 أكبر. أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله مصر اللي زارها الخليل سيدنا إبراهيم وانهار وليل مشي فيها. فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها. والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطويها. واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضى كده من الها صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر. الله 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 أكبر. أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله وقالوا لي عنها كلام خلنا أقول يا سلام. ده أنا ياللي لفت سنين وسنين في بلاد كتير تانيين وتملي. ألاقي ناس بتقول جمالها غير معقول وهو بالي. حسيت وأنا من أهلها بحاجة تخلي العقل يطير. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضى كده من الها صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر. الله 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 أكبر. أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله تمت الغرفة بفضل الله وده البيت اللي هم كانوا يتمنوه بفضل الله. زي ما انت شفتوا الآن المتطوعين ربنا رب يجزيهم خير. جمعية رسالة وجمعية خير زاد وجمعية نور الحياة ومؤسسة الفتح الخيرية ربنا رب يجزيهم خير. الاجتماع الطيب اللي احنا كنا فيه كلنا مع بعض ربنا رب يحفظهم جميعا. المتطوعين اللي انت شفتهم الآن طب وهندسة وتجارة وتربية رياضية وأكاديمية بحرية ما شاء الله. كان أكبر واحد مثلا 28 سنة خلاف طبعا الدكتور عبد الرحمن كان أكبر واحد فينا بتالي ربنا يحفظك يا رب. وشباب كان معنا شباب يمكن شفتوا الآن الشباب 13 14 15 سنة كانوا طالعين معنا بفضل الله علشان نوجد بس المكان الصغير ده للناس دي اللي كانوا فرحين بيه جدا. يمكن بعضنا يظن إيه اللي انتوا عملتوه ده ولكن ده بالنسبة لهم يعني قصر مشيد بالنسبة لينا. قصر فيلا مثلا على المشاية أو فيلا مثلا في منطقة فخمة جدا جدا. يعني إحنا بفضل الله يا دكتور عبد الرحمن بفضل الله يعني إحنا تم بفضل الله عز وجل علينا إنشاء 44 قصر ليهم بالنسبة ليهم. ده بالنسبة لنا طبعا 44 غرفة يعني كان من أعظم التعليقات يا دكتور عبد الرحمن وأسيب برضو تعليقات لحضرتك. الله يحفظك. كان من أعظم التعليقات إن بسأل شاب من الشباب ها أنت يعني حاسس بإيه دلوقت؟ قال لي أنا بقول يا رب في الوقت اللي إحنا بنقفل فيه البيوت كده إن يكون بيتي في الجنة بيتقفل. يا رب يا رب. يعني ما شاء الله شفتوا حتى تفكير الشباب وصل لإيه. ربنا يا رب يعطي له أكثر مما نوى مما طلب. دكتور عبد الرحمن المشاهد اللي أثرت فيك في حلب والله سبحان الله الأطفال اللي كانوا معانا وعندهم حمية للشغل إن طفل يقوم الصبح بدري ويمسك الشاكوش ويجري على المسامير ويدق ويشيل ويعمل ومفيش بقى محمولات ولا كلام من ده. امه كانت قلقانه عليه
انت فاكر احنا كنا رحنا حوالي 120 كيلو عشان نعمل اول مكالمه تليفونيه. ودي كانت نقطه مهمه جدا عايزين نوصلها برضو للناس، ان هناك مفيش شبكه. يعني انا لما كنت ببقى محتاج مثلا ايه، محتاجين مثلا نجيب مثلا خشب مثلا او مسامير او نجيب طوب او نجيب اسمنت عشان بنبني او كده، 60 كيلو 60 كيلو بره، اطلع بره المكان اللي انا فيه 60 كيلو علشان اعرف اعمل مكالمه، لان هناك مفيش شبكه تليفونات اصلا، اي شبكه من الشبكات يعني ثلاث شركات اللي موجودين في مصر مفيش هناك شبكات خالص، سبحان الله. يعني فصوره الاطفال اللي هم بيشتالوا ويحطوا ويرفع معانا ويتنطط ومبسوط، واحنا والصوره اللي مسار فيها برضو احنا شايلين العربيه النقل محمده اللي بتاع وماشيه وسط التراب، صحراء مفيش اسفلت ولا كلام من ده، ماشيه وسط الصحراء والشباب قاعدين فيها، رايحين بعد الجهد ده رايحين يعملوا جهد تاني هناك بعد ما عملوا اللوح الكبيره عشان يعملوها ويقفلوها هناك. فصوره مؤثره فيه قوي ان حميه الشباب. الامه فاخره يا شيخ احمد، الامه فاخره. يعني الله. دكتور عبد الرحمن، النظره السوداويه اللي دايما بيحطها لنا في اعلامنا ان شبابنا شباب ضايع ومنحرف وضل، الكلام ده يطلق على عمومه؟ الشباب فيهم خير جدا، وسبحان الله هي، وعلى فكره كل واحد من الشباب اللي واقف على النواصي اللي بيعكس بناته هو خير، بس هو عنده طاقه ما استنفذتش. فكل ما في الامر ان الجمعيات الخيريه رساله وخير زاد وغيرها، يعني هم حاولوا يطلعوا الشحنه اللي عند الشاب، القوه اللي عند الشاب، اكتشفوا الشباب دول. ويا ريت يا عبد الرحمن برضه نفس الرساله تتوجه على طول لشبابنا اللي قاعد على الانترنت ليل نهار، اللي قاعد على الفيسبوك ليل نهار، اللي قاعد على القهوه ليل نهار، اللي قاعد في النوادي ليل نهار، نقول لهم انتوا جواكم طاقه مصر محتاجاكم. هم ما شافوش لذه الحياه والله يا شيخ احمد، ما شافوش لذه الحياه. بس ما كانش في حمامات يا دكتور عبد الرحمن، ولا كان في ميه، ولا كان في اكل كويس، ده يعني ومع ذلك حياه كويسه. في برضه حاجه احنا برضه اثرت، اظن يعني هي حياه طيبه لان هي كانت مع ربنا. هي في حاجه اثرت فينا بصراحه انا وحضرتك والاخ عماد، ان الحته اللي هم عملوها لنا ان احنا نقعد فيها ونبات فيها انا وهو الاخ الشريك معانا، ما طلعش فيها ميه. فقلنا يعني هو نصيبنا كده يعني، كل خيمه او كل مكان الاخوه بعده فيه كان فيه ميه، بس احنا ما كانش ميه. وسبحان الله يعني احنا قعدنا ثلاث ايام هناك، ثلاث واربع وخميس، وجينا الجمعه الصبح ما تحملناش عدم وجود الميه. فكنت بقول سبحان الله لما قعدت معاهم بقول لهم اخبار الميه عندكم ايه؟ قالوا والله احنا المطر ما نزلش علينا بقاله ثلاث اربع سنوات، وبعضهم قال ثمان سنين، سبحان الله. بمناسبه الميه دكتور عبد الرحمن، كان من اهم المشكلات طبعا اللي احنا قابلناها مشكله الميه عندهم. واظن حضرتك ما تنساش الموقف واحنا جايين بالعربيه، الشباب وقفونا على خزان الميه اللي كان موجود على الطريق. بس هم فيهم خير ان حاطين برضه ميه على الطريق. ما شاء الله الطريق طويل، الميه مدود. ايوه مدود. فتحوا لنا حاطين ميه طبعا على الطريق عشان اللي رايح واللي جاي ما شاء الله يشرب وكده، كان باب فعل خيرات وسبيل للناس اللي رايحه واللي جايه. وسبحان الله قالوا لنا تعالوا بس ضلمه يا شيخ احمد، تفتح الميه تشوف ضلمه تحت، مفيش حاجه. ما شاء الله فتحوا لينا خزان الميه، فنبص يعني ربنا يعافيكم، منظر لا يتحمله انسان. ده كان ظهر لينا من رحله الاستكشاف الاولانيه، وده كان دافع لينا ان احنا نتحرك، ان احنا نجيب لهم خزانات بقى نظيفه يقدروا يشربوا من خلالها ميه جميله ونظيفه، نضمن لهم حتى يعني جزء كويس يعني اصل الحياه عندهم، الميه يعني تكون جايه لهم بصوره جميله. استاذنك يا دكتور عبد الرحمن نطلع لفيديو نشوف خزانات الميه لما راحت لهم ونرجع تاني. لما نزلنا الاستكشاف هنا في الاماكن دي وجدنا ان اخطر مشكله موجوده هنا كانت مشكله الميه من حديد، اللي هي البراميل الحديد المعروفه دي، واي حد يبص فيها يلاقي سبحان الله البراميل مصديه والميه طبعا سيئه جدا، الميه مليانه ديدان ومليانه فطريات، ميه اصلا لا تصلح ان البهائم يشربوا منها فضلا ان اللي يشرب منها انسان. فكانت من اول اولوياتنا في القافله واحنا جايين هنا لحلب وشلاتين ان احنا نشتري لهم خزانات ميه بحيث نضمن لهم ميه نظيفه توصل لهم مصدر الحياه الاساسي بصوره كويسه. وهي دي الصوره اللي معانا النهارده، صوره الخزانات ان شاء الله وهي نازله لهم باذن الله عشان نضمن لهم مصدر حياه كويس وامن بفضل الله تبارك وتعالى. الله الله يا ربي، الله الله ومن ان شاء الله يعني لعل ان شاء الله ان المية توصل لهم بفضل الله تكون مية صالحة للشرب بإذن الله. تفضل دكتور عبد الرحمن، كنت حضرتك عايز تعلق على موضوع لا بقول حضرتك فعلا ان انا مؤثر فيا جدا حمية الشباب يا اخوانا. والله مصر فيها المسلمين فيهم خير،
اللي احنا بس نوظف كل واحد نكتشف. انا يعني رنت في اذني الوقت كلمه بتاعت الفنان اكتشف المطرب والفنان اكتشف اكتشف ان عنده قدره على الغناء. لا احنا اكتشفنا ان الشباب عندهم قدره على الابداع. ان انا شفت الاخ حسام بتاع الملاكمه وقاعد يشتري الصبه وهو حسام ما شاء الله يعني رقيق كان اول مره اعرف كده يشتري صبه ان شاء الله ويشتري اسمه ايه الكوريك ده ولا اسمه ايه يشتري فيه الاسمنت ويعمل ما كنا في المدرسه بيعمل المدرسه ويشتري مؤثر فيه المواقف دي. وسيم الشاب البسكوت الحلو ده بتاع الكمبيوتر اللي هو كل حاجه كلها زراير وتلاقيه ماسك البتاع على كتفه بتاعه الصبه وبتاع الاسمنت ويمسك الميه يعني مؤثر فيه منظر الشباب قوي سبحان الله ان شاء الله ربنا يكتب لنا. دكتور عبد الرحمن احنا بفضل الله يعني بالنسبه للغرف بفضل الله ده كان من فضل ربنا علينا احنا انشأنا لهم 44 غرفه بفضل الله. بالنسبه لخزانات الميه ربنا اكرمنا بفضل الله ب 62 خزان ميه الحمد لله ل 62 اسره بفضل الله ربنا يعني يكرمنا وربنا يا رب يجزيهم اهل الخير خير ويزيدهم من فضله وكرمه. وعايز اقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ان شاء الله ربنا يا رب يجزيكم خير على اللي انتم عملتوه. عايز اقول لكم انتم صنعتوا عمل هو من احب وافضل واعظم الاعمال عند الله سبحانه وتعالى. وان احب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مسلم. عايز اقول لكل الناس اللي انا شفتها جايبين ورقه حاطين فيها فلوس لما فتحت الورقه لقيت فيها مكتوب عذرا فانا لا املك الا هذا 2 جنيه. المعاني دي الاخت ما شاء الله اللي جابت لي الشبكه وقالت لي والله انا لا املك في الحياه الا الشبكه دي خدوها لإخواننا الحلايب وشلاتين. عايز أقول لكل هؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما تصدق أحدكم من كسب طيب إلا وتقبله الله سبحانه وتعالى فإن الله طيب ولا يقبل إلا طيب. حتى اللقمة يتصدق بها العبد إلا وتقع في يد الرحمن أو في يمين الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون اللقمة يوم القيامة كجبل أحد الحسنات. عايز أقول لهم أبشروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. عايز أقول لهم أبشروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن صدقة السر لتطفئ غضب الرب. عايز أقول لهم أبشروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور. عايز حضرتك دكتور عبد الرحمن توجه رسالة لأهل الخير اللي شاركوا معانا في هذه القافلة. والله يقول لكل من منّ الله جل وعلا عليه بالمال البنوك الآن ربا مليئة بالربا والله جل وعلا دلنا على ربا حلال على ربا حلال نعم ربا حلال لأن الربا معناه الزيادة وإحنا عندنا ربا حلال. الله قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أنت يعني أنا في واحد قابلته بصدق واحد قابلته ليه تقول لي أنا معايا فلوس طبعا تقول البنوك حرام أحطها فين؟ قلت له والله يا شيخ احمد قلت له يا اخي هات بيها ارض. قال لي عندي 3 حتت اراضي ومباني. قلت له خلاص اشتري بيها شقه واجرها. قال لي عندي عماره. قلت له هات بضاعه في محلك. قال لي لسه امبارح شاري بضاعه ب 600,000 جنيه في المحل. قلت له عربيه. قال لي عندي عربيه انا وزوجتي وابني. قلت له يعني زياده عن العربيه؟ زياده عن المحل؟ زياده عن الارض؟ نعم. زياده عن العماره؟ نعم. قلت له طلعها لله. قال لي طلعها لله. طب خلاص ما هي زياده. هو ربنا قال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. الزيادة اللي عليك الزيادة. أكيد كل واحد مننا يا شيخ أحمد عنده الدولاب بتاعه دايما بضرب هذا المثل عنده الدولاب بتاعه في حاجات ما بلبسهاش في حذاء ما بلبسوش زيادة. أنت بس حط كيس كده هو جنبك كيس حط فيه لو لقيت مثلا طقمين بتلبسهم كل شهر مرة بلاش دول حطهم. لقيت أعزك الله حذاء الناس مش محتاجة حاجة من دي لقيت حذاء زيادة لقيت ساعة زيادة لقيت اي حاجه من عندك زياده يعني اكل زياده. دكتور عبد الرحمن يا شيخ اكل زياده نستغنى عن عشوه. انا عشوه والله في ناس يا شيخ احمد بتطلع من القاهره تروح اسكندريه عشان تاكل سمك هناك وتطلع من مش عارف من بلد تانية عشان تروح بورسعيد عشان تاكل اكل الجمبري هناك. طب خلاص استغنى عن الرحله دي بنزين وفلوس وعربيه وسهره واكل مره واحده بس استغنى عن هذه الرحله لاخوانك هتطلع 100 200 300 جنيه في الشهر. وانا لا انسى موقف لا انسى في حياتي يعني عشان تعرف ان صدقة السر فعلا نحتاجها في هذا الزمان. وهذا المشهد يعني انا مش هقول لفين يعني مش هقول فين بس انا قلت لبعض الاخوان قبل كده كنت في مره مسجد بيعملوا الدور الثاني فيه ودعوني للانفاق يعني احث الناس على الانفاق عشان يعملوا الدور الثاني. وطبعا المساجد اللي اتبنت هناك دي لا توصف. فدعيت للانفاق
والله يا شيخ احمد انا شفت واحد طالب من الطلبه راح مطلع كل اللي في جيبه وحطه في في, في واحد كان ماشي بحجر الجلابيه راح رميه في حجر الجلابيه مطلع بس كارنيه الكليه بتاعته ورمى الباقي. وشفت واحد لافف ربع جنيه وراح رميه. لما بعد اللقاء ليه قالوا لي ده ايه ربع جنيه ملفوف كده؟ بقول لهم ايه؟ قالوا لي ده، قلت لهم ربع جنيه، قالوا لي شوفوا بس. بفتح الربع جنيه لقيت جواه 100 جنيه. فهذا صادق اراد ان يتصدق لله ب 100 جنيه وما اراد ان يراها الا الله. حتى لو واحد شافه وهو بيتصدق تبقى ربع جنيه بس. فاحنا محتاجين الناس دي، محتاجين ان الزياده تطلعها، لعل الله جل وعلا ان يعني يظلك يوم القيامه بظل صدقاتك، ولعل الله تعالى ان يعد لك كنوزا في الجنه بما انفقت. بل وكم يدفع الله سبحانه وتعالى من السوء عن اهل الصدقات. نعم. اظن حاجه اهل حلايب وشلاتين ما كانتش لوجود البيت بس، لا ده كان في حاجات تانية محتاجينها. اذكر موقف ولن انساه ابدا، انه احنا جايبين المراتب، قلنا بدل ما بيناموا على الارض فنجيب مراتب. فلقيت واحد منهم جاي بيقول لي لو سمحت لو سمحت، تفضل. قال لي ممكن تجيب لي كرسي من دول على المرتبه؟ ممكن تجيب لي كرسي من دول؟ انا مش عارف هل صوره الحياه هناك وصلت لكم دلوقتي ولا لا. عشان كده كنا محتاجين ان احنا برضو ننزل لهم بعينيات كتير جدا، سواء الاكل سواء المراتب اللي هيناموا عليها، اللي هو بيقولوا عليها كراسي ما بيقولوش عليها، ما عرفوش ان دي حاجه بيتنام عليها. وما نسيناش الملابس، زي ما الدكتور عبد الرحمن قال والله العظيم هزيني صورتش الطفل الصغير يعني 10 سنوات 12 سنه، والله احنا لابسين، انا كنت لابس يعني 15 حاجه مثلا فوق بعض، وواقف مش قادر اتحمل البرد، وده واقف بالجلابيه بس. فكان لازم طبعا يكون في ملابس تروح لهم يعني تخفف عنهم هذا البرد او هذا العناء اللي بيقابلوه هناك. وبرضو ما ننساش ان في هناك اطفال ومحتاجين ان هم يحسوا ان هم اطفال، ما نسيناهمش حتى في اللعب. ربنا يجزيهم خير الشباب اللي عندنا اللي اتبرعوا بلعب. انا ما كنتش اتخيل في يوم من الايام ان ممكن حد لما يجي يتبرع يتبرع بلعبه، ولكن هي دي روح الموده والمحبه اللي بيننا، ان في هناك اطفال عمرهم ما شافوا لعبه. فاكر العجله دكتور عبد الرحمن اللي كانوا بيلعبوا بيها؟ عجله بدون كرسي وبدون بدال وبدون مش عارف ايه وبدون ايه، حاجه كده لعبه بيلعبوا بيها. هي بقايا عجله، بقايا عجله، فما نسيناهمش حتى كمان في اللعب. كان كنا عايزين نصورها دي يا شباب، هي بتصورها فعلا وان شاء الله تتعرض باذن الله. تعالوا نشوف فيديو كمان معانا بيتعلق بالعينيات، الاكل والشرب والملابس والمراتب اللي توزعت عليهم ولعب الاطفال اللي توزعت عليهم. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده ونرجع لكم تاني. طيب ده بفضل الله تبارك وتعالى العربيات. احنا كان عندنا مركز تجمع اللي هو في ابرق، ومن ابرق بنبدا نتحرك ل كل القرى اللي كانت موجودة حولها، سواء كانت ديف أو أبو سعفة أو الجاهلية أو أبرق، كنا بنتحرك. دول الشباب بفضل الله، دول شباب كليات طب وكليات قمة، محملين الحاجات على عربيات ومتحملين زي ما انتم شايفين الطريق. الطريق واعر جدا، طريق وسط الجبال، وزي ما انتم شايفين لو بصيتوا بس بص على الأرض الطريق أحبابي، طريق سبحان الله ما فيش عليه أسفلت، ده طريق كده بيسموه طريق المدقات، كنا احنا ماشيين عليه والشباب ماشيين عليه. زي ما انتم شايفين الشباب اصلا فين الطريق مش سهل وسط الجبال، وكل ده اتحملوه علشان ربنا سبحانه وتعالى عشان يوصلوا الخيرات للناس. وهنا بالفعل هي دي الكراسي اللي كانوا بيقولوا عليها، المراتب اللي راحت لهم وهتبدا تنزل لهم الان. احبابي الشباب ده كله اتحمل العناء ده كله علشان ربنا سبحانه وتعالى يخف عنهم عناء يوم القيامه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا فلق تحمى العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. يوم القيامة ده عقبة من أشد العقبات اللي هتقابلنا، ومش هتزول غير لما نتحمل العقبات دي. عقبة أن أنا أدوس شوية على نفسي علشان أوصل لناس بيننا وبينهم على الأقل 1200 كيلو علشان أوصل لهم هذه المساعدات. زي ما انتم شايفين كده فرحة الناس وسعادة الناس لما شافوا المراتب اللي هيبدأوا يناموا عليها، و دي بفضل الله المراتب وهي داخله لهم علشان يناموا عليها. وده شباب الخير اللي اتحرك من كل مكان علشان يخدم اخواننا واحبابنا واهلنا في حلايب وشلاتين. دي البطاطين علشان تكون سبب في اتقاء البرد الشديد اللي بيكون هناك. البرد هناك في الليل حاجه لا يتخيلها ابدا انسان. ودي الشوله للملابس، يعني احنا بفضل الله تبارك وتعالى تم توزيع 190 شوال ملابس،
كل دي ملابس زائدة عند أهلها جابوها لنا بفضل الله في الجمعيات كلها في رسالة وفي خير زاد وفي نور الحياة، وتم بفضل الله جمع الملابس دي كلها ووديناها الأبرق بحيث أنها تتوزع على الناس هناك، دي البطاطين ودي الملابس بفضل الله تبارك وتعالى. عايز أقول أن الاثنين اللي واقفين في المقدمة أخونا أحمد وأخونا أمير دول أطباء وما شاء الله يعني مش من الفقراء، ده مستوى مادي بفضل الله ربنا يا رب يبارك ويزيد، ومع ذلك كانوا معانا كانوا معانا علشان كان حتى أحد الشباب بيقول الدرس اللي أنا استفدته أن واحد زي أخونا أحمد واحد من مستوى مادي عالي جدا جدا أنه ينزل معانا في الأماكن دي، زي ما أنتم شايفين الخلفية في ظهرها جبال، أنه ينزل ويتحمل كل هذا العناء يعني مفيش حاجة اسمها مستحيل. وشبابنا بفضل الله كلهم نزلوا وسبحان الله بعد ما رجعنا من الرحلة بسألهم ها أنتوا تعبانين؟ قالوا إحنا فرحانين مفيش رحلة كمان. سبحان الله سبحان الله. وده الشاب يعني سبحان الله شايل الملابس على كتافه ورايح يوزعها بنفسه علشان نجد حلاوة فعل الخيرات مع الناس. يعني مش عارف أقول إيه. أخونا دكتور عبد الرحمن يا ريت حضرتك برضو يعني تعلق على بعض المشاهد دي، يعني أخونا اللي لابس تيشيرت أخضر ده في أكاديمية بحرية ومع ذلك ما شاء الله كان نازل مع إخوانه وأحبابه للتوزيع، فعايزين برضو حضرتك تقول لنا بعض تعليقات حضرتك على المشاهد الجميلة دي، طب وأكاديمية بحرية وناس مستوى مادي عالي جدا ومع ذلك كانوا موجودين في هذه الأماكن، يا ترى حضرتك تقول لنا إيه؟ والله سبحان الله التعاون على البر والتقوى يعني حاجة عظيمة جدا يا شيخ أحمد، إن واحد كل واحد بيناول واحد يعني هو عمل واحد، كلنا عاوزين لعل الله تعالى يجمع دول مع بعض في الجنة في مكان واحد، ربنا جمعهم في هذا المكان. اللي عاوز الفت نظر الناس ان برضو حياة النبي كانت تعب كده يا اخونا، يعني النبي عليه السلام كانوا برضو بيحفروا عشان يجيبوا مية وكانوا بيجتهدوا عشان يروحوا يحاربوا في وسط الصحراء دي. احنا كنا قريبين من مكة يعني نعدي البحر الاحمر نبقى قدام مكة بفضل الله تعالى، فدي حياة النبي عليه السلام برضو كانت جبال وصحراء. برضو الاماكن دي يعني كأن السماء لا توجد الا في الصحراء. الحاجات دي احنا شغلتنا الحياه الماديه فعلا عن التامل عن الجبال وعن الارض وعن الجمل وعن الخلق اللي ربنا خلقه، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. الحاجات الرقيقه دي بتاثر فيا انا يا دكتور عبد الرحمن. لو حضرتك عايز توجه رساله دلوقتي لكل المسؤولين في مصر، الفتره اللي فاتت الناس دي اتنست، الناس دي محدش كان بيلتفت لها ابدا، الناس دي كان بيتوقف حالها بمعنى اصح يعني وان كان المعنى طبعا يعني يعني، ولكن حضرتك لو توجه رساله لكل مسؤول بالنسبه لاهلنا حلب وشلاتين حضرتك تقول له ايه؟ والله اقول لكل مسؤول انا ارجو ان تنزل بنفسك ليس الخبر كالمعاينه وتعيش يوم يومين ثلاثه في وسط هذا. انت عارف الكلمه اللي قالوها على مبارك قال احنا طالبين منه بس ان يدخل السجن اللي احنا دخلنا فيه 30 سنه يقعد فيه سنه وبعد كده فبقى انا مش عاوز تشفي في اي حد، لا انا عاوز عشان يحس. يعني النبي عليه الصلاه والسلام عالج قسوه قلوبنا، احنا قلوبنا قاسيه من كثره الماديات وكثره الكلام عن الدنيا وعن ما فيش حد عاد بيذكرنا بالاخره. انا اظن لو بعض المسؤولين او بعض الاثرياء او بعض الاغنياء نزلوا في هذا المكان هتذكروا الاخره وقسوه القلوب هتروح، كما قال النبي عليه السلام اذا اردت ان يلين قلبك، انت قلبك قاسي قلبك تعبان قلبك يعني مات قلبك مرض، اذا اردت ان يلين قلبك فاطعم المسكين وامسح راس اليتيم، في روايه اطعم المسكين من طعامك. نفسي قوي يعني خد اكله واقعد كلها مع واحد مسكين ان شاء الله، شوف بياكل ازاي، ما تتأففش ما تتعففش، اقعد كلها وشوف واصبر واستحمل هيلين قلبك ان شاء الله. كان من اهم المشكلات اللي برضو قابلتنا هناك في حلب وشلاتين التعليم، احنا ديننا اكد على مساله العلم، ويمكن يكفينا ان تكون اول كلمه تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرا. العلم شانه عظيم جدا واحنا تعلمنا ان الامم لا تنهض ابدا الا بالعلم، ولكن سبحان الله يمكن في 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 ابرق المكان اللي احنا كنا فيه ما فيش فيه مدرسه ابتدائي واعدادي بس، اللي عايز ثانوي كان بيسافر مثلا 62 كيلو يروح للشلاتين، وقررنا بالفعل انا والدكتور عبد الرحمن ان احنا ننزل للمدرسه في حلايب وشلاتين للشلاتين ونشوف المدارس هناك اخبارها ايه
وكان الوضع ان الفصول طبعا يعني امر سيء جدا جدا للغايه. فقررنا بفضل الله ان احنا نبني فصول تعليميه لهم داخل المدارس. مكان الفصول الخشب اللي انتم هتشوفوها الان نبني لهم بالفعل يعني اربع فصول، ده كان موجود في شلاتين، نبني لهم الاربع فصول. وفي حلايب بفضل الله احنا بنينا برضو ست فصول علشان نشجع العلم ونشجع الشباب ان هم يتعلموا اكتر واكتر، لان مصر مش هتطلع ان شاء الله بعد فضل ربنا عليها الا باهتمامها بالعلم. تعالوا مع بعض نشوف مشكله من المشكلات اللي كانت موجوده في الشلاتين، ونشوف ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا الامر ان احنا نحلها ازاي. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده. اولى ثالث اعداد فصل برضه خشب، متاكل زي ما انتم شايفين واضح. ده طبعا كالعاده فصل خشب، يبقى اذا هنلاقي الميه هو كلام من فوق. ده الفصل زي ما انتم شايفين الخشب من هنا انكسر، يعني ممكن شويه هواء شويه مطر يوقع السقف على رأس كل الأولاد اللي هنا. وزي ما انتم شايفين المكان، أنا ظن إن هم هيرفضوا تماما إن هم يكونوا موجودين هنا، وده مكان للأولاد يتعلموا فيه. ونقول إحنا عايزين مصر متقدمة. متقدمة إزاي؟ وإيه الأمارة وإيه الدليل؟ إذا كان ده الفصل اللي الناس بتتعلم فيه. أمر عجيب. أمر عجيب. هو طبعًا شايلين الكراسي دلوقتي على أساس علشان هيبقى واسعة المدارس بس. في أي وقت مش أجهز دلوقتي. بس في مروحة فوق هي سطح. وادي الشباك واقع. يعني في البرد أنا مش عارف هما بيعملوا إيه، وفي الحر الشديد برضه أنا مش عارف هيعملوا إيه. طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله الميه عامله شكل كويس جدا. زي ما انتم شايفين السقف ما شاء الله، يعني الميه طبعا مبهدله اخر بهدله، وممكن السقف ده في اي لحظه يقع دماغ الطلبه. زي ما انتم شايفين هنا السقف مكسر زي ما انتم شايفين، واظن الميه والرطوبه مأثره جدا في الخشب من فوق زي ما انتم شايفين. ده الفصل اللي هم بيتعلموا فيه. والحمد لله يعني فضل الله يعني تم إنشاء 10 فصول كاملة، 4 في شلاتين و6 في حلايب بفضل الله تبارك وتعالى، بحيث تكون المسألة بفضل الله يعني أحسن وأفضل في باب التعليم. لأن أمة بدون علم يعني كيف ترتقي وكيف يفضل الله شأنها؟ إن المدرسة دي مدرسة في المدينة، شلاتين. شلاتين. ودي مدرسة ابتدائي وإعدادي وثانوي، رشيد الفصول ابتدائي وإعدادي وثانوي وفي المدينة هي دي المدرسة. إنما القرى أو النجوع اللي شفناها ما كانش فيها كلام من ده خالص. فسبحان الله الشيخ أحمد ربنا يحفظه يعني بيشتغل الأسمنت الله يحفظك. والله يا دكتور عبد الرحمن أنا دايما موقن، يعني زي ما علماءنا ومشايخنا علمونا إن الأصل مع الدين وجود العلم وبه يرفع الله سبحانه وتعالى. ابني الأربع فصول زي ما حضرتك الان اتعلمت من حضرتك ازاي امسك الكوريك، وازاي نبني زي ما حضرتك علمتنا، يعني ربنا يا رب يحفظ حضرتك. فلعل ان ربنا سبحانه وتعالى بالفصول دي كل شاب يتعلم فيها ولو شيء يسير جدا ان شاء الله يكون في ميزان حسنات حضرتك، لان حضرتك اللي علمت الشباب. ربنا يا رب يجزي حضرتك خير على المجهود، يعني حضرتك ما اكتفيتش بالمجهود الدعوي ما شاء الله، ولكن حبيت تنزل بايديك برضه. ربنا يجزيك خير يا دكتور عبد الرحمن وتقبل منك. مدير المدير الاداري في الصنعه دي كان الدكتور احمد حشيش ما شاء الله، هو اللي كان متحرك. كان اخونا الدكتور احمد حشيش ربنا يا رب يحفظه، دكتور بشري، وكان هو اللي بيعلم الناس كلها ازاي تعمل الصبه وازاي ترمي الاساسات للاربع فصول اللي كانوا في مدينه برضو الشلاتين. استغلنا شغل الهندسه برضو المهندسين اللي كانوا موجودين ان يحطوا الحديد ازاي ويعملوا بالظبط ما شاء الله كويس بالله. وكل ده كنت عاوز اشكر برضو الشباب. اشكر الاستاذ شاذلي اللي هو تحرك معانا في كل حته بصراحه، لان يعني اخ من المدينه هناك وفضل يتحرك معانا في كل حته يدل لنا، يعني احنا كنا ممكن نتوه في الصحراء، هو اللي خدنا في الصحراء ومشينا بالليل جزا الله خيرا كل من ساهم. اذا كنا بنقول دلوقتي العلم فاظن ان اماكن العباده والطاعه والقرب من ربنا سبحانه وتعالى كان لابد ان يكون لها نصيب. اي نعم. وجود المصاحف وسط الشباب
وسط الأولاد وتعلم القرآن ويحفظ القرآن أظن لابد برضو يكون لها نصيب. لن أنسى أبدا أن في رحلة استكشاف الشباب وهم بيستكشفوا الحالات لما جم بيكلموني قالوا لي شيخ أحمد إحنا قابلنا واحد قال لنا بالنص كده أنا مش عايز أكل مش عايز شرب مش عايز ملابس مش عايز حتى أعيش فيها ولكن أنا نفسي في مصحف نفسي بيتي يكون في مصحف نفسي أولادي يكون عندهم مصحف يقرأوا فيه ويتعلموا فيه. عشان كده أظن كان عبء علينا برضه أو من ضمن المهمات اللي ينبغي علينا نحن نعملها في حلب وشلاتين بناء المساجد. إحنا بفضل الله بنينا بفضل الله عز وجل 4 مساجد ده بناية من الأساس ورممنا وشطبنا بفضل الله 6 مساجد بفضل الله سبحانه وتعالى ده في الشلاتين الحمد لله رب العالمين. علشان بنقول زي ما بنقول نضمن لهم حياة كريمة هذه الحياة الكريمة الطيبة لا تكون أبدا إلا بعد تأصيل العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. فكان لازم وجود مساجد. تعالوا بينا كده نشوف بعض الفيديوهات المتعلقة بإنشاء المساجد وبنى المساجد وتوزيع المصاحف على الشباب اللي كان عندهم اللوح الخشب الكبير اللي بيتقرأ عليه القرآن. تفضلوا. دي دكتور عبد الرحمن المصاحف بتاعتهم اللوح الخشب بتاع زمان اللي بيتقرأ بيتكتب عليه الآيات من القرآن ويبدأ الشباب إنهم يحفظوها. ها يا ترى احنا عندنا كم مصحف في بيتنا وللأسف المصاحف دي كان عليها تراب كتير جدا. وده المسجد اللي صلينا فيه سبحان الله. المسجد عبارة عن طوبتين على سطح الأرض هم الناس لو دققت هتلاقي سور صغير سور المسجد وفي قبلة وفي محراب يعني سبحان الله. عايز أقول لشبابنا المساجد المكيفة حتى المساجد المكيفة تركوها ما بيخشوهاش ودول ما رغم ما هم فيه من عناء وتعب وشدة ومشقة وآلام لا تتوقف أبدا منسوش أن في كل مكان الأصل أن لازم يكون في مسجد. تذكر يا شيخ أحمد فتى قابلناه الفتى عنده حوالي 10 سنين ولا حاجة بفضل الله يحفظ ربع ياسين فكان لما ادانا المصحف كان في قمة السعادة خد المصحف كده إلى صدري أنه مسك مصحف نفسه يكمل بقية القرآن. وده طبعا المسجد اللي كان سطرين فوق بعض بقى الحمد لله يعني تحديد بقى مسجد بقى عشان الحمد لله وبقى سعادة وانا ببني وبحط الاسمنت يعني بلم من الارض وبدا ربط وانا ببني على الارض الملائكه بتبنيني في الله ان شاء الله بيتي بعد ما ان شاء الله ان شاء الله كليتي كليه الطب دلوقتي بيناول بتوع المحاوره اسمنت علشان بيت ربنا سبحانه وتعالى. كلمه تقول لكل زمايلك عن اللي انتوا بتعملوا هنا حلب وشلاتين. انا بشكر الحمد لله ربنا ان ودانا في الصحه وان احنا هنا جايين بنستغل وقتنا بدل ما بنستغل في القعده وتضييع الوقت. بدل كل واحد بيسمعنا او يشوف الفيديو ده يا رب يعني بص بصه ثانيه لوقتك ولمجهودك وصحتك انت دلوقتي بصحتك وقوتك يا ريت تستغلها في حاجه ترضي ربنا واعمل لاخرتك اكتر ما بتعمل الدنيا وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. ايه اول حاجه استحضرتها بعد ما نزلت المكان يعني حمدت ربنا على النعمه اللي انا فيها مهما كان الواحد شاف ناس عايشه في حالات صعبه جدا واحنا مهما كان برضو عايشين احسن منهم بكتير ومع ذلك الواحد احيانا بيتذمر على حياته وعلى عيشته وكده لا يجي ويشوف الناس عايشه ازاي يعني مهما كان في ناس اقل مننا وناس مش لاقيه تعيش ومش لاقيه ميه وكده واحنا بنبطر على ايه كلية الطب وبيشيل أسمنت علشان المسجد يتبنى وهم دول الشباب أقسم بالله العظيم الواحد اتعلم منهم حاجات كبيرة جدا. انت يعني مستحضر إيه الآن قال ببني في الأرض والملائكة تبني لي في السماء. والله شيخ أحمد سبحان الله هو النبي عليه الصلاة والسلام لما كان نزل إلى الصحراء وسط الصحابة وهم بيجاهدهم وبدأوا يجمعوا عشان يذبحوا شيء ويطعموا فكل صحابي يقول أنا عليه الذبح تاني عليه السلخ والنبي قال إيه أنا عليه جمع الحطب. فأنا لا ينقص هذا من قدر لا طبيب ولا مهندس ولا أستاذ ولا صاحب وجاهة ولا منصب إنه يساعد إخوانه أن يبني مسجد. ده شرف والله شرف عظيم إنه شارك بالبطوبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو
كان يفحص القطاع. لو انت بنيت مسجد عد 10 عصفور، 10 عصفور ده يتبنى بكام؟ بطوبه مثلا، بحجم طوبه بجنيه. لو انت ساهمت في بناء مسجد ولو بجنيه ولو ب2 جنيه على قد ما تقدر، ربنا يبني لك بيت في الجنه، بيت بجوار الملك سبحانه وتعالى. وكم مصلي هيصلي في هذا المسجد اللي احنا كنا شايفينه من شويه عباره عن شويه طوب، الان بفضل الله بقى مسجد بفضل الله. وعلى فكره دكتور عبد الرحمن، من المبشرات ان اول خطبه جمعه اقيمت في المسجد ده كان الخطيب فيها واحد من المتطوعين، اخونا حسام. اخونا حسام اول خطيب جمعه، واحد من المتطوعين. احنا كان معانا بفضل الله، هم كانوا عاوزيننا نخطب احنا الجمعه ويسيبونا. كان معانا بفضل الله 100 متطوع، 100 شاب من خيره شبابنا بفضل الله. واللي خطب اول خطبه بفضل الله كان واحد من المتطوعين، اخونا حسام، ربنا يا رب يجزيه عنا خير ويرفع قدره ان شاء الله. ومع المساجد كان اكيد لازم يكون في مصاحف. الدكتور عبد الرحمن كان حريص جدا، انه لقيته ما شاء الله جايب شنط مصاحف ما شاء الله، هو جاي علشان توزع. مش مني، من الناس، من ربي سبحانه وتعالى. ربنا يتقبل منك يا دكتور عبد الرحمن. نشوف كده ما شاء الله برضو موضوع المصاحف وهي بتتوزع على الاطفال هناك في حلايب وشلاتين. الشباب ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني زي ما انتم شايفين ما شاء الله. يعني انا الشباب بسالهم على ايات قصيره جدا من القران وحافظينها بفضل الله. احد الشباب كان حافظ ربع ياسين، فلما سالته اللي في النص ده شباب، اللي في النص ده ما شاء الله اللي حافظ لحد ربع ياسين بفضل الله، كان امله انه يخلص القران. ما شاء الله، يعني امنيته انه يخلص. فسالته انت يعني حفظت القران ده ليه او حفظت ازاي؟ قال عشان كان عندي في المدرسه. ودي رساله انا بوجهها لكل نواب مجلس الشعب، يا ريت يا ريت تضغطوا من جديد ان ماده الدين ترجع ماده اساسيه مره تانية. ان احنا نقول للناس يا جماعه الدين لازم يكون اصل، ماده الدين تكون اصل ده اهم ماده عندنا. يا ريت ما شاء الله نرجع الماده دي تاني عشان الاولاد يحفظوا فيها القران او من خلالها القران. ويا ريت برضه اضم يعني صوتا الى صوتك، يا ريت الازهر يرجع مهتم بالمواد الدينيه. يعني اللي عاوز ابنه يطلع داعيه امام عالم يدخل الازهر، كان يطلع معاه شهاده العالميه ياخد دين. كان زمان اولادنا بيختموا القران في الابتدائي، دلوقتي ممكن يخلص تمام ما يختموش. لا، عاوزين نهتم فعلا بالقران. ويا ريت برضه عبد الرحمن برضه رساله، اذا كنا بنوجه دلوقتي رساله لنواب مجلس الشعب انه يضغطوا من جديد ان ماده الدين تبقى ماده اساسيه، نوجه رساله برضه لوالدنا الكريم الشيخ الازهر ان الاماكن دي محتاجه المشايخ ودعاء. حضرتك بتطلع مشايخ ودعاء بعثات لاوروبا وبعثات لافريقيا وبعثات للدول كلها، يا ريت ما ننساش حلايب وشلاتين، ان لازم يوصل لها من اخوان الدعاء الى الله سبحانه وتعالى، من ائمه الاوقاف وائمه الازهر، لازم يوصلوا للناس دي، الناس دي لازم تتعلم دين. يمكن اخر فيديو معانا واحنا بنشتري الجمال. يعني كنا برضو مش عايزين نضيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإيمان أفضل، أي الإسلام أفضل، أي العمل أحب إلى الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إطعام الطعام. فمن سناش، وطبعا ده بتوكيل من بعض الناس من أهل الخير، إن أنا عايزك تطعم لي الطعام هناك، الفلوس دي لإطعام الطعام. فكنا نزلنا أنا والدكتور عبد الرحمن سوق الجمال علشان نشتري جمال وتتذبح الجمال دي وتقدم طعام للناس اللي كانت بتقول إحنا ما بنشوفش اللحمة غير لما حد يجيبها لنا. تعالوا مع بعض نشوف الرحلة داخل سوق الجمال. هو طبعا ما فيش بقر هناك وما فيش اتكلم يا حبيبي. ما فيش بقر هناك وما فيش حاجة مني، يا جمال يا غنم يا غنم يا غنم. دي الرحلة وده السوق بتاع الجمال، وكنا بنحاول كده بقدر المستطاع. وبرضه جددوا مسجد داخل السوق. بالظبط بالظبط، ده كان من ضمن المساجد اللي كان بفضل الله تم انشائها بفضل الله عز وجل. سبحان الله، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. وده بفضل الله تبارك وتعالى، بعد ما الجمال بفضل الله ذبحت في السلخانه بفضل الله ربنا اكرمنا، والشباب برضه بفضل الله كانت في مجموعه من الشباب موجودين هناك بيوزنوا اللحمة علشان بفضل الله تتوزع على كل أهلنا وأحبابنا هناك. دول الشباب بفضل الله قاعدين على الميزان بيوزنوا اللحمة عشان اللحمة توصل لأهلنا هناك في حلايب وشلاتين بفضل الله عز وجل. للأسف ما لحقناش ناكل منها شهر المرة الجاية إن شاء الله. وبفضل الله يعني إحنا بفضل الله تم ذبح 3 جمال بفضل الله تبارك وتعالى بتوزع على الفقراء المساكين. أحبابي يعني الحلقة للأسف
يعني الوقت بيجري مننا بسرعه، وعايز اقول اهم الانجازات بفضل الله تمت هناك. وبعد كده يتولى الدكتور عبد الرحمن بقى انه يدينا بعض الرسائل الهامه لكل المسؤولين ولكل الناس، رساله تكون لاهلنا في حلايب وشلاتين. يعني سريعا كده، احنا طبعا كان في ثلاث اماكن عندنا، حلايب وعندنا شلاتين وعندنا مجموعه القرى اللي هي الجاهليه وابرق وابو سعفه وديف. يعني فضل الله يعني ربنا اكرمنا، وزعنا 250 بطانيه، 44 غرفه اللي انتم شفتوهم بفضل عشان يسكنوا فيهم، 179 مرتبه، الملابس 15 شوال للعب الاطفال، 15 شوال للعب الاطفال، 100 كرتونه اكل، 10 كراتين للاحذيه، وسبع لفات مشمع علشان نسقف بيها الغرف. شلاتين بفضل الله تم انشاء 4 مساجد، ترميم وتشطيب 6 مساجد بفضل الله، وبنينا في مدرسه الشلاتين 4 فصول. وبعد كده بفضل الله في حلايب بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى كان اكرمنا ان احنا انشانا 6 فصول تعليميه داخل مدرسه الحلايب. احنا معانا اتصال اخونا محمود الاليوبيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ احمد؟ الحمد لله والله في نعمه. اتفضل يا دكتور عبد الرحمن. الله يسلمك ويحفظك، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. امين. واياكم ويكثر من امثالكم ان شاء الله. الله يسترك. والله يعني في نقطتين كده اكلم حضرتك فيهم والدكتور عبد الرحمن. اتفضل. يا ريت بس يعني نتكلم عن الازهر وكيفيه تربيه الاولاد، لان اولياء الامور في مصر دلوقتي بيعانوا من الثقافه اللي موجوده في المجتمع، والازهر هو الطريق الصحيح والوحيد في مصر اللي بيدل الاولاد على الدين. طب احنا ولكن محمود انت لو تعرف طبعا حلقه الدكتور عبد الله بركات قبل الحلقه دي على طول، طبعا هو بيناقش فيها مساله الازهر واهم القضايا المتعلقه به والكلام دون، فيا ريت برضه ان شاء الله يعني يا ريت تبقى تاخد نظره كده ان شاء الله على اخو معانا الاخت ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا من الجزائر، وابعت سلامي الكبير جدا جدا من اهلي، من كل الشعب الجزائري الى الشعب الشقيق المصري. ولو انا متزوجه دكتور مصري، وانا سعيده جدا بوجودي هنا، وخاصه لما اتفرج على التلفزيون والقناه الجميله والرائعه والخدومه والانسانيه وكل ما لا استطيع ان اصفها بكل صراحه. جزاكم الله خير، ربنا يكرم حضرتك يا رب. طيب اختنا امة الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله ربنا يبارك لكم يا رب، جزاكم الله كل خير، ربنا يكرم حسناتكم. جزاكم والله الواحد بيشوف المناظر دي بيبكي، يعني بيحس ان الخير في الامه ان شاء الله الى يوم القيامه زي ما النبي قال. انا نفسي والله يا شيخ، يعني حضرتك يعني شاب فمقرب للشباب، انت والشيخ عبد الرحمن انزلوا الشوارع وكده وتوعوا الشباب وتحسهم على كده، يعني دي حاجات بجد تنفع الشباب في المرحله الجايه. يعني النظام السابق ربنا يعني يسامحه كان على طول مفهم الغرب ان الشباب بتاعت مصر ما تقدرش انها تحاربكوا او تقف قصادكوا او تقف قصادي، فربنا الحمد لله كبته والشباب كلها بقت تطلع طاقات، وبفضل الله ربنا يبارك لكم يا رب ان انتم بتعينوا الشباب على كده. شكرا. جزاكم الله خير. السلام عليكم. جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب اخونا عادل، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أحب أشكر شيخنا الجليل الشيخ أحمد والشيخ عبد الرحمن. الله يحفظك. الله يكرمك يا رب، جزاكم الله خير. عندي سؤالين فقط بعد أن حضرتكم يعني. تفضل. أولا أنا عاوز أتكلم نقطة صغيرة بس لو سمحت، لو سمحت يعني. طب بس سريعا يا عادل، أصل ما عادش وقت في الحلقة، فسريعا بعد إذنك. السلام عليكم. طيب الخط قطع. طيب اختنا امة الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله كل خير وادعو الله ان يجعلنا في ميزان حسناتكم. امين رب واياكم. امين. وانا بتمنى والله العظيم من كل شباب مصر يشوفوا. طيب معلش يعني استاذنك بس تعود الاتصال، لان الصوت طبعا متقطع جدا. نعتذر الاخ عادل بس على انقطاع الصوت، نعتذر الاخ عادل. واخونا عادل معلش الصوت بس قطع. معانا اتصالات ثانيه؟ طيب دكتور عبد الرحمن سريعا كده ان شاء الله، يعني رساله حضرتك توجهها لكل الشباب ال 100 شاب اللي كانوا معاك في القافله. والله اوضح عباده في تصوري ظهرت للناس من النبي عليه الصلاه والسلام
هي عبادة الجود، عبادة البذل والإنفاق حتى وإن لم يملك. فالنبي عليه السلام كان يقول عنه ابن عباس في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. يعني من أوضح العبادات اللي لم تكن أوضحها التي ظهرت من النبي عليه السلام عبادة الجود اللي في إيدي نمش بتاعه. فنفسنا يبقى كده، لكن ككلمات سريعة أو حقن في الوريد أو رسائل سريعة في 10 كلمات كانوا في ذهني، يعني حتى كانت عنوان اللقاء لي بعنوان أجدوا الناس. أول كلمة يكون قلنا بعضها في اللقاءات الماضية، أول كلمة أقول: داو مرضاكم بالصدقة. 2 صنائع المعروف تقي مصارع السوء. 3 صدقة السر تطفئ غضب الرب. 4 أنفق عليه، اللي عاوز رزق يعطي ربنا يجيب له. 5 حاجة: مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حاول تطلع حاجة من اللي انت بتحبها، ستجد أجرا لها عظيما عند الله تعالى، سيعطيك ما تحب. 6 حاجة: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. 7 حاجة: الربا الحلال هو الادخار عند الله جل وعلا. 8 حاجة: المرء في ظل صدقته يوم القيامة. 9 حاجة: أنفق وإلا سلبت منك النعمة. 10 حاجة والأخيرة: قبل أن تموت فإن الذي يموت يتمنى أن يرد لينفق، فأنفق قبل أن تموت. إن شاء الله جزاكم الله خير عبد الرحمن. وعايز أقول سريعا كده أهم الأشياء المتعلقة برحلة حلب وشلاتين. عايز أقول أول حاجة، ياريت يكون في اتحاد في كل محافظة لجميع الجمعيات الموجودة فيها، زي ما فضل الله ربنا قدرنا أن احنا عملنا اتحاد للجمعيات الموجودة في المنصورة. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، عايز أقول لكل المسؤولين، كل واحد ضمن الدائرة بتاعتكم في رقبتكم وأنت مسؤول عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، احذر إنك تشق عليه فيشق الله عليك، احذر إنك تقفل بابك في وشه فيغلق الله بابه دون رحمتك دون خلتك وحاجتك يوم القيامة، احذر من ده. عايز أقول لكل الشباب، أنت شفت أخوانكم 100 شاب من شبابنا، ربنا رب يحفظهم، أطباء ودكاترة ومهندسين ما شاء الله لكم بسم الله، اتحملوا العناء علشان خدمة إخوانهم. ياريت ياريت ناخد من وقت النت شوية ومن وقت القهوة شوية وننزل لخدمة الفقراء المساكين. الأمر الرابع ده أمر في غاية الأهمية يا جماعة، الساعي على الفقراء المساكين مش بتاع الدعاء بس، ده بتاع الأمة كلها، شباب الأمة كلها، لازم كل يتحرك لخدمة كل هؤلاء. الأمر الخامس، المسؤولين في محافظة البحر الأحمر، مجهوداتكم مشكورة، ربنا رب يجزوك خير، ولكن مجهودات دي محتاجة لدعم أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. شفنا لكم أعمال وشفنا لكم شغل، ولكن ده يعني محتاج أكتر من كده. ياريت، وأنا اتكلمت مع كتير جدا المسؤولين هناك في المسألة دي، كل واحد عنده قرية سياحية في البحر الأحمر يتولى قرية من القرى الفقيرة بحيث يتم تغطية حاجات هذه القرى الفقيرة. ربنا يا رب يجزوك خير. وطبعا يعني في القلب والله والوجدان وفي الروح أهلنا في سوريا، عشان كده أنا اقترحت النهاردة على القناة أن لازم تكون في حلقة كاملة لإئتلاف شباب الدعوة، المشايخ طبعا الشباب في القناة، عشان كده الحمد لله وسبحان الله بمجرد ما كلمتهم كده النهاردة بفضل الله قرروا أن إن شاء الله بإذن الله الاثنين الجاي إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقة خاصة لإئتلاف شباب الدعوة هنا في قناة الرحمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إئتلاف شباب الرحمة حوالين سوريا والأحداث الموجودة في سوريا واللي موجودة الآن برضو في المسجد الأقصى بإذن الله. فانتظرونا أن الحلقة إن شاء الله تكون مليئة بإذن الله بالرسائل، وهتكون برضو فيها أوراق عمل كثيرة جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا الجهد، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، وأن يجعل هذا العمل من أفضل الأعمال التي تقرب بها إليه سبحانه وتعالى. في النهاية طبعا أختم بشكري لأخي الحبيب فضيلة الشيخ دكتور عبد الرحمن الصور، ربنا يجزيك خير ويتقبل منك هذا العمل، وشكر لكم موصول، جزاكم الله خيرا، وربنا يا رب يتقبل منكم هذا الشكر هذا العمل اللي انتم عملتوه. وفي النهاية برضو أحب أختم أستاذ محمود حسان، أشكره شكر جزيل على اللي عمله معانا وكل فريق التصوير والمونتاج، ربنا يا رب يجزيهم عنا خير على إخراج هذه الحلقة، ربنا يتقبل منكم هذا العمل ويجعل كل فعل خير اتعمل في هذا المكان إن شاء الله في ميزان حسناتهم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رحلة العمر الطويلة منحة الله الجميلة، أفسدوها بالمعاصي والرذيلة، وأناس أسعدوها بالمهمة
للمعاني يا أخا الإسلام، هيا نتجه نحو الفضيلة.